السلام عليكم، دي زير بوي بيج رياكشن. جانا لكم اليوم برياكسيون جديده من السيري المتواصله نتاعنا اللي هي البيفات اللي صاروا في تونس وفي المغرب العربي. بيان سور سينو الاولاد، البيف هذا صار ما بين كلاي وحمزاوي، كلنا نعرفوه خاطر البريود هذيك تقلبت الدنيا، خاطر كنا نعرفوا علاقه كلاي حمزاوي كيفاش كانوا مريقلين على الاخر. دخلت فيها ما ندخلوش في التفاصيل، دخلت فيها فلوس، دخلت فيها يوتيوب، دخلت فيها هم مزرق وفازير. دونك صارت البيف كله على بعضه. سينو الاولاد كلاي هو اللي هبط اول تيتر القرار. الاولاد من غير ما تبداو تفسروا لي في الكومنتات خاطرني راني فاهم، اما راني مانيش باش نفسر. علاش مانيش باش نفسر؟ خاطر مانيش قاعد نحير في مشاكل صارت قبل، نحبيش الحاجه هذيك. انا اخترت السيري هذي على خاطركم انتوما، اما مش معناها باش نحيروا المشاكل اللي صارت قبل وتبداو تسبوا في رابور هذا خاطره غلط ورابور هذا خاطره غلط. العباد راهي مشيت على رواحها مريقله، جوابات او تتقابل تسلم على رواحها ويقعد كان بيف في مرحله نتاع عمر معينه صارت، واحنا تويك رياكتيو عليه. انتوا كيفاش الاولاد؟ دونك يرحم والديكم، تفهموني الاولاد. سينو ليتس جو نشوفوا شنو الاجواء، فهمتني ولا؟ كلاي بي بي جي القرار. يلا ايش جانا نسوي اللي صار هكا صاحبش قال قلبي طوعني مخي عرضني صار بيناتهم شجار بعد تفكير الليل طويل الان اليكم القرار. ربي يستر من هالقرار. سينون وليد الكاسكيت هيك كانت عندي قسم، عديت بها 4 سنين صح، 4 سنين ما تنحى كان بالعملية. جيت لي صوري صلحك هادم، علمني الكره بنادم، صوتي ما عاد تصب مع صوتي كنقول هالك ماني نادم، خيرت كفو على بد مادم كي صوتي ما عاد تصب مع صوتك نقول هالك ماني نادم، خيرت كفو على بد مادم. يعني اخترت كافون علي انا، فهمتني ولا؟ ليش بك في كلاي انه يسمي ما يقلقوش يعني، فهمت؟ خاطر يبدا متاكد لي هو يعني ماهوش غلط، جبتها الروح هيك علاش خرجتك تو سامبل. خاطر خسرت صوابع قدم يا زارعين العيب وحاسدين وفي ديكم ماناش خواتم، نسيتوا ماكم وملحكم بدوني عطفة عقلي حكم، صلاتوا خلصتوا عدا اتخلصتوا بكيفي رفضتوا صلحكم. سمعتوا اش قال لك؟ نسيتوا ماءكم وملحكم بدوني عطفة جبتوها لرواحكم تو سامبلومون يعني، فهمتني؟ زلطتوا تاخذوها لكم خلل في الذاكرة نفوسكم الجميل النكرة، ان كنتم نسيتم ما جرى هات الدفاتر تنقرا، انتم اللي بديتوا وانا ما بديتش كان نسيتوا انا ما نسيتش، لعبتوا لكم باكيمون وبومبا كيفكم ما ريتش. انتم اللي بديتوا وانا ما بديتش، انتم اللي نسيتوا انا ما نسيتش، لعبتوا لي كومبا تيمون وبومبا بعطوني من العروض وما بكيتش، حقي في جوبكم ما خليتش، واللي ما حبوني نسمح وننسى خليك بحلاوتك يا بيتش. سمعت واش قال لك؟ نعطوني من العروض وما بكيتش، حقي في جيوبكم وما خذيتش، واليوم يحبوني ننسى، فهمتني ولا؟ اللي صار يعني خليك هكاك يا بيتش. هوني بالراب نحبلك مخك انا خبل نهبلك، لست اتكبر هوني حتى حد من عبر كلك لعبها متكبر تحسلك، يوم فخنك كده حيضقنك هوني درس اللقنك، هز كلفونك وتعاركو بعيد تبلا هو تبلك. هز كلفونك مش كلسو شاكك طريقي وحدي ذبحتو ديكي بصحتي، صحاب المصالح هوني لا تصالح راجل ما نبدل بحث، ذبحتو ديكي بصحتي. حمزاوي كان هكا وقتها عنده تيتر نسيت شو اسمه الوليد، اما باز ذكرته باز ذكرته تيتر نسيت ولا نسيت استغفر الله يا ربي، اما مش مشكل باز ذكرته. شاكك طريقي وحدي ذبحته ديكي صحتي، اصحاب المصالح هوني لا تصالح راجل ما نبدل بحثي. قلت وينك فيه ديكي قلت وينك فيه، قلت وينك فيه ديكي قلت وينك فيه، قلت وينك فيه ديكي قلت وينك فيه، ما زلت تحب على فيتيرينج ما لهاك تستنى فيه. العين بالعين والسن بالسن والبيت أظلم. ولكن
نكونوا كملنا كلاي بي بي جي القرار. الاولاد ما نكذبش عليكم مانيش متفاجئ فهمتني ولا ايه، خاطر نعرف اللي بربش كلاي شنو يصير له فهمتني ولا ايه. هذا ما يمنعش الاولاد راني نحب حمزاوي مش نورمال، فماش يكون مش يكره حمزاوي يعني حق نتاع، اما كالعادة الاولاد من غير عاطفه من غير يعني حيادي فهمتني ولا اللي مش نختار هذا لهذا. تويكا باش نعطيكم التحاليل نتاع القرار. الاولاد هو قال هاوكا قال بين قال خرج قال انت اللي جبت روحك مش انا. كمل التيتر باش البادي بالبادي العين بالعين بدي اظلم فهم يعني انت اللي بديت راه ما مدخلني شيء فهمت. ما فماش تنجم تصير حاجه هكاك كيما انا نتمنع من العروض نتاعي ونشلق اللي فلوس مانيش قاعد ناخذ فيها في حقي وبعديك تبدلني بكافون يعني وفي الاخر تجي تقول لي كا ونتسامحوا ما صار حد شيء تو سامبلوم. كي تجي تشوف كلاي لهنا تنجم تقول عليه صحيح فهمتني ولا ليه، اما ما نحكموش فهمتني ولا ليه. نشوفوا حمزاوي شنو قال، تلقاو التيتر بعد الرياكسيون هذا فهمتني ولا ليه، تلقاو الرياكسيون تاع حمزاوي. دونك الاولاد هكا نكونوا كملنا الرياكسيون. كلاي كالعاده فهمتني ولا ليه وهو خليقه ربي تحسه تخلق للكلاشيات يعني موش باش يرخها في كلاش ولا في بيف ولا في فازة هكا. كالعاده الاولاد محترم لسبينهم لسبين كذا فهمتني ولا هذا هو اش معناه بيف. ان شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون الاولاد، نتقابلوا في الرياكسيون اللي بعدها اللي هي على قريب جدا تلقاوها بعد بسويعة من هذا باش كل شيء مع بعض ومش ما تقلقوش تقعدوا تستناو في نهار كامل. شفت كيف نخمم فيكم صاحبي، دونك خموا فيا وما تنساوش لابوني سبسكرايب دنيتكم اجواءكم كومنتاريتكم بارتاج الاولاد وريو لاصحابكم وريو للي تحبوا عليه. مرحبا بكم الاولاد، نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. بيس اند لوف.